سرطان الثدي المرض الأكثر انتشاراً بين الأمراض الخبيثة في منطقة الجزيرة السورية، والأصعب علاجاً نظراً لافتقاد القطاع الطبي في المنطقة للمستلزمات المناسبة لمواجهة هذا المرض. وفق مصادر طبية، فإن المرض ينتشر بشكل غير عادي بين النساء، وهو ما دفع منظمات ومؤسسات دولية لاعتبار شهر تشرين الأول أكتوبر شهر التوعية من المرض. سرطان الثدي بهالفترة بشكل تزايد بمنطقتنا عم يزيد، أسباب غير معروفة يعني طبعا. فبهالشهر احنا بنعمل حملة توعية بجميع المراكز الطبية عن طريق المنظمات الخيرية مثل يونيسيف. هنا في مدينة رأس العين بريف الحسكة تسعى الدكتورة عدلة لتوعية النساء في مدينتها للوقاية والكشف المبكر عن المرض عبر محاضرات عدة تبين مخاطره وأسبابه. عم نعمل حملات توعية لسرطانات الثدي بعدة مراكز بالمدينة مثل هلال الأحمر الكردي، مشفى روج، الكومينات، بعدة مؤسسات في البلد. أم رامان سيدة أصيبت بسرطان في الثدي، ترى أن غياب العلاج في منطقتها يشكل عامل ضغط نفسي عليها، معتبرة أن العلاج في العاصمة دمشق بات دون جدوى. إيش قد واحد يكون يعني يدير باله عليه بكير أحسن، وتوعية بيفيد الإنسان كمان كتير. وشو كمان بدي أقول لكم، يعني إنسان كمان له إرادة، الإرادة كمان يعني بيغلب على المرض. لا إحصائيات رسمية لعدد المصابات بسرطان الثدي، بيد أن توفير العلاج في الجزيرة السورية بات الشغل الشاغل للنساء المصابات، فكيف سيكون شكل الاستجابة أمام مرض يحتاج وقتا للعلاج والوقاية؟